طائر اللي انتوا شايفينه ده عمل حاجة إبداع، عمل بيت من الطين. أنا بصراحة مش متخيل مدى القوة الهندسية اللي هو فيها. شايف بيجيب الطين ويربطه إزاي وعمله داير ما يدور؟ انت لسه مشفتش حاجة، كمل الفيديو للآخر. جاب وكأنه مهندس خرسانة، جاب الخرسانة أو جاب الطين وعمله كأنه بيت خرساني، لفه داير ما يدور، وكل شوية بيتأمل ويبص ويشوف هيعمل ايه، وجت الأنثى تساعده زي ما انتوا شايفين كده، وبدأوا يهندسوا في البيت بتاعه. أول حاجة عملوه داير ما يدور وهما مش مستعجلين وعندهم مدى صبر، وبدأوا يصغروا مدخل العش ويصغروه أكتر وأكتر عشان يأمنوا على نفسهم وعلى البيض وعلى الصغار، وكل يوم ما بيقاسوش وكل يوم بيكملوا العش بتاعهم. فسبحان الله يا أخي والله. وكل يوم يصغروا البوابة، وبعد كده عملوا تجويف كمان كده خداع، خلوا الباب صغير جداً.